أعلن أندريا تيننتي الناطق الرسمي باسم قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل الاطلاع على التقارير الإعلامية التي تفيد بتسلل شخص من لبنان إلى الأراضي المحتلة. لفت تيننتي إلى أن قوات اليونيفيل لم تلحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن القائد العام لليونيفيل رولدو لاثارو يحث الطرفين على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار، داعيا إلى استخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات الحاصلة. قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل شخصا تسلل من لبنان نفذ تفجيرا بعبوة ناسفة في مفترق مجدو صباح الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه كان يود تنفيذ هجوم آخر أيضا. تتجه الأنظار إلى الحدود الشمالية مع لبنان عقب الحادث غير الاعتيادي، خاصة أن إسرائيل هددت حزب الله بالرد إذا ثبتت مسؤوليته عن الهجوم. بعد أيام من الرقابة المشددة بشأن ما اعتبر حادثا أمنيا بالغ الحساسية في منطقة مجدو جنوب مدينة الناصرة، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل المسؤول عن تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الاثنين الماضي. الرواية المتوفرة رواية إسرائيلية، وتحديدا من جهاز الشباك الذي يتولى مهمة التحقيق في الواقعة، مدعيا أن المنفذ كان يحمل حزاما ناسفا وأسلحة أخرى. بدت إسرائيل غير جازمة تماما بفرضية ارتباط الشخص بحزب الله أو غيره، لكنها قالت إن التحقيق مستمر، مهددة برد حتمي حال ثبوت مسؤولية حزب الله وفق قولها. وكانت مجموعة غير معروفة تسمي نفسها قوات الجليل الذئاب المنفردة أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مجدو، قائلة إن أحد عناصرها زرع عبوة ناسفة في المفترق فانفجرت قرب مركبة مارة قبل انسحابه من المكان. انفجرت يوم الاثنين عبوة ناسفة بالقرب من مفترق ميجيدو. بيان الأمن الإسرائيلي ظهر وكأنه اضطراري موجه للجمهور الإسرائيلي أولا بهدف وقف ما قال إنها إشاعات تسببت بإرباك الإسرائيليين، لكنه لم يجب على أسئلة كثيرة من قبيل هوية الشاب وتفاصيل دخوله من جهة الحدود مع لبنان وغيرها من المعلومات. وحتى بعد البيان يواصل الشباك حظر النشر عن مزيد من التفاصيل، بينما تواصل المستويات الأمنية والسياسية تقييمها للواقعة باعتبارها غير عادية. ويستبعد مختصون بالشأن العسكري أن تتدحرج الأمور إلى مواجهة أو حرب مع لبنان أو متعددة الجبهات، خاصة أن حزب الله لم يتبنى مسؤولية الهجوم، كما لم تقدم تل أبيب دليلا قاطعا حتى اللحظة حول مسؤولية الحزب. بغض النظر عن ارتباطات المنفذ التنظيمية وغيرها من التفاصيل، تقر أوساط أمنية إسرائيلية في أروقتها الضيقة أن مجرد اختراق منفذ تفجير مجدو للحدود قادما من لبنان بسلاحه ومتفجراته دون ما رصده هو فشل أمني بحد ذاته، حدث يبدو أنه لم ينتهي بقتل مخترق الحدود بعدما فاقم مخاوف إسرائيل من محاولات تحاكي واقعة مجدو. معنا من القدس مراسلتنا كريستين ريناوي. كريستين أهلا بك. إذن اختراق أمني يطرح عدة تساؤلات قد تكون له تداعيات كبيرة، أيضا ألقى بظلاله على حالة من التوتر في إسرائيل. ردود الفعل على ما حدث في مجدو؟ يعني ردود الفعل متمحورة حول يعني إخراج هذه الرواية الإسرائيلية عن طريق بيان رسمي. بالبداية كانت على شكل تسريبات إعلامية، ومن ثم في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي بالأمس في بيان رسمي أعلن الجيش بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلية تحت عنوان كشف النقاب أن متسللا دخل الأراضي الإسرائيلية من الحدود مع لبنان وقام بتفجير عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سيارة وأوقعت
مصابا بجروح خطيرة، دخل في العمق وسافر لمسافة 70 كيلومترا، ومن ثم نجح بالرجوع نحو الحدود مع لبنان، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي بزعم أنه شكل خطرا على القوات المتواجدة هناك. هذا كل ما نشر في البيان الرسمي، وهذا يفتح الباب على عدة أسئلة. عمليا قوات اليونيفيل أكدت قبل قليل أنها لم تلاحظ أي عملية تسلل من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. أيضا عمليا لا يعرف هذه العبوة الناسفة، وقبلها في الإعلام الإسرائيلي قيل أن هذه العبوات ليست على غرار العبوات التي تركب في الضفة، وإنما تشبه العبوات التي كان يزرعها حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي. وعمليا هذا الصباح في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية هنالك تحريض معين على حزب الله، الذي على الرغم من أنه لم يتبنى عمليا أي مسؤولية عن هذا التفجير، إلا أن في الإعلام الإسرائيلي هنالك تحريض أن من غير الممكن أن يخرج شخص يريد تنفيذ عملية في العمق الإسرائيلي ويسافر ويحمل حزاما ناسفا وعبوة متفجرة قوية هي روسية الصنع. كان لو يعني نفذت بالشكل المخطط لها كانت سوف توقع عشرات القتلى من المدنيين، بأن يعني هذه العملية تفاصيلها من غير الممكن أن تكون، يعني على الأقل إن لم يرسلها حزب الله هو يعني وافق على خروج هذا المتسلل. هذا ما يقال في الإعلام الإسرائيلي، ويجري تحريض ويجري استعراض القوة التي يمتلكها حزب الله، أنه يمتلك أكثر من 150,000 صاروخ، ويستطيع أن يطلق نحو 3,000 صاروخ باتجاه إسرائيل كل يوم. عمليا ما يجري يعني هو تحليلات في إطار وسائل الإعلام الإسرائيلية. المستوى العسكري والمستوى السياسي في إسرائيل هنالك خلاف على آلية الرد حول هذا الموضوع. هنالك توتر نعم، هنالك استنفار نعم، هنالك عمليا جولة سوف تكون لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت برفقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وأيضا قائد المنطقة الشمالية في الجيش هذا اليوم عند الحدود ما بين إسرائيل ولبنان، قد يرشح عن هذه الجولة الميدانية المزيد من التفاصيل التي تجيب عن أسئلة كثيرة هي غير معروفة إجابتها حتى اللحظة. بنيامين نتنياهو اختصر زيارته إلى برلين بالأمس، سوف يعود إلى إسرائيل هذا اليوم، قد يرشح أيضا طيب هنا تحديدا كريستين كنت أريد أن أسألك عن هذه النقطة المزيد من المعلومات. نعم ذكرت قبل قليل موضوع بأنه يتم التحريض، يتم استغلال هذه النقطة إعلاميا، لكن سياسيا كيف يتم استغلال هذه النقطة؟ هل درى أي حديث عن هذه النقطة أيضا؟ يعني عمليا سياسيا يعني إسرائيل هي تعاني أزمة داخلية أحمد، هنالك حتى الأحداث التي تجري في الشارع الإسرائيلي طغت على هذه الحادثة الأمنية التي وصفها الإسرائيليون بأنها غير اعتيادية. من بعد هذا الحدث قام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ بإطلاق مبادرة من أجل إنهاء الأزمة الداخلية في إسرائيل حول خطة إضعاف القضاء، رفضها ائتلاف الحاكم وتتفاعل هذه الأزمة. هذا اليوم هنالك تظاهرات حاشدة في الشوارع في العديد من المفترقات وفي أكثر من منطقة داخل إسرائيل، حتى في ميناء حيفا هنالك تظاهرات بحرية، وبالتالي أصلا هنالك غليان في الشارع الإسرائيلي على خلفية أزمة القضاء وخطة التعديلات القضائية. قد يعني هنالك يعني تصريحات تقول وتحليلات تقول أنه قد تكون إسرائيل تمارس تضخيما إعلاميا لهذه الحادثة الأمنية من أجل محاولة جعل الشارع الإسرائيلي والجبهة الداخلية في إسرائيل أن يعني تتجه إلى الوحدة أكثر من أجل محاولة خفض التصعيد الذي يشهده الاحتجاج الداخلي الإسرائيلي ضد خطة إضعاف القضاء. ولسنا بمعزل عن الملف الفلسطيني، الأوضاع في تفاعل، نحن على بعد أقل من 10 أيام على شهر رمضان الأحد، هنالك قمة أو اجتماع جديد في شرم الشيخ على خلفية محاولة تهدئة الأوضاع قبيل شهر رمضان. كل هذه
الأمور تتفاعل وهذه الملفات أيضا أمام المستوى السياسي الإسرائيلي أحمد؟ نعم، سنسأل عنها أيضا مراسلنا من رام الله فادي العصا عن كل هذه المستجدات. شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي، كنت معنا من القدس.